الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. سنن أبي داود. كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مصرهد، من الثقات الأسباد. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الحافظ، من أساطير المحدثين، وحول الإسناد، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة كأبي بكر بن أبي شيبة، من الثقات الأثبات. قال: عن ابن نمير، وابن نمير وعبد الله بن نمير الهمداني، نعم، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عبيد الله، وعبيد الله العمري عمر بن الخطاب، وكما قلنا المصغر هو الثقة. عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، وهو أثبت الناس ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، كان أثريا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، زاد ابن نمير ويصلي ركعتين. هذه من السنة أن يأتي قباء. كان يوم السبت، في بعض الوقت صرح أنه كان يأتي يوم السبت ماشيا وراكبا، وكان يصلي ركعتين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ولمسلم أن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت، وهو من العوالي قريب من المدينة. وهذا فيه دلالة على فضيلة مسجد قباء، وفيه أيضا دلالة على فضيلة الصلاة في مسجد قباء، وأنه يجوز الزيارة. فلمن ذهب إلى المدينة من السنة أن يذهب إلى قباء ويصلي فيها ركعتين راكبا وماشيا، لأن النبي كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا من سنوات الطوال. الله تعالى يرزقنا بفضل الذهاب إلى المدينة فنذهب إلى قباء ماشينا وراكبين، ولله الحمد. هذه سنة وجب على المرء أن يتحراها وأن يشتد على نفسه حتى يطبقها. فكان في كل سبت يذهب ابن عمر، كان أثريا، يذهب ابن عمر ماشيا تارة وراكبا تارة ويصلي هناك. هناك روايان: من صلى فيها ركعتين فكانت كأجر عمرة، من صلى في قباء ركعتين كان كأجر عمرة. وفي قوله كل سبت في جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة. نعم. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا لعله لم يبلغه هذا الحديث. والحق أنه يعني كل يأخذ من قوله ورد. وأهل قباء أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحديث، وإن كان في ضعف لكنه المعنى صحيح وفيه فضيلة، ويتساهل في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تفعلون؟ لما أنزل الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقالوا: إنا نستخدم الحجارة ثم نعقبها بالماء. فإذا من السنة على ختام الكلام على تحريم المدينة، ويأتي بعد ذلك زيارة القبور وفضل ذلك. نبين إن شاء الله ختاما لكتاب المناسك، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله تعالى أن يستتم لنا كل كتاب بإذن الله إرضاء لله جل وعلا. وما كان لله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين والصدق. هنا إذن السنة هو أن يذهب إلى قباء وأن يصلي فيه ركعتين كل سبت، وصلاة الركعتين كل سبت هناك الضحى، أو يصلي ركعتين على الإطلاق، ليس الضحى شرطا، يصلي ركعتين كان كأجر عمرة ماشيا وراكبا. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة في مسجد قباء دلالة على استواء المشقة والنفقة، لأن النبي قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وأيضا المشقة التحمل، وهذا يؤخذ من أنه كان يذهب
ماشيا وراكبا، يذهب إليه ماشيا وراكبا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.